وهكا كانت الولادة ليسوع المسيح. من اللي كانت مريم مخطوبة ليوسف وقبل ما تزوج به، تصابت حاملة بقدرة الروح القدس، وكان يوسف خطيبها راجل متقي الله وما بغاش يفضحها، وقرر باش يتفارق معها في السر. ومن اللي كان كيفكر في هذا الشيء، بان ليه في المنام واحد الملاك ديال الرب وقال ليه: أي يوسف بن داود، ما تخافش تزوج بمريم، حيت هذاك اللي حاملة به راه هو بقدرة الروح القدس، وراها غتولد ولد وانت غتسميه يسوع، حيت هو اللي غينجي الشعب ديالو من ذنوبهم. وهذا الشيء كله جرى باش يتحقق كلام الرب بلسان النبي اللي قال: هالعزبة غتحمل وتولد ولد ويتسمى عيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معانا. وملي فاق يوسف من النعاس، دار كيما وصاه ملاك الرب وتزوج بمريم. وكانوا في ديك الجهة شي سراحة كيباتوا على برا وكيتناوبوا على العسة دالغنم ديالهم، وبان ليهم ملاك من عند الرب، وضول عز الرب عليهم وتخلعوا بزاف. وقال ليهم الملاك: ما تخافوش، حيت راني جايب لكم اخبار مزيانه غتفرح الشعب كله. راه اليوم تولد لكم في مدينه داود منجي، اللي هو المسيح الرب، وهذه هي العلامه اللي غنعطيكم: غادي تلقاو ولد مقمط وناعس في البلاصه ديال العلف. وعلى غفله بانوا مع الملاك جماعه من الجيش ديال السماء كيسبحوا الله وكيقولوا: العز لله في السماء العاليه، وعلى الارض الهنا لهذوك اللي راضي عليهم. وملي خلوهم الملائكة ورجعوا للسماء، قالوا السراحة لبعضياتو: أجيو نمشيو دابا لبيت لحم ونشوفو هاد الشي اللي وقع اللي علمنا به الرب. ومشاو بالزربة ولقاو مريم ويوسف والولد ناعس في البلاصة ديال العلف. وملي تزاد يسوع في بيت لحم اللي في بلاد اليهودية في عهد الملك هيرودس، جاو من شرق الأورشليم شي علماء النجوم كيسولوا: فين هو ملك اليهود اللي تزاد؟ حيت شفنا النجمة ديالو طالعة في الشرق وجينا باش نسجدوا ليه. وملي سمعوا كلام الملك مشاو، وهي تبان لهم النجمة اللي كانوا شافوها في الشرق، وبقات غادية قدامهم حتى وصلت للموضع فين كان الولد ووقفات. وغير شافوا النجمة فرحوا بزاف، وملي دخلوا للدار شافوا الولد وأم مريم، وهما يركعوا وسجدوا ليه، وحلوا صنادقهم وهداوا ليه الذهب واللبان والمسك الحر. وملي نبههم الرب في المنام باش ما يرجعوش لعند هيرودس، شدوا طريق اخرى ورجعوا لبلادهم.